كملنا الثلاثة دي. بعد المغرب ها؟ ها؟ بعد المغرب. إي خلاص تعال بعد المغرب ما في مشكلة. أسعد الله مساءكم كل خير. عليكم جميعا. أبو كرم مو سامحة. مين؟ اليوم أبو كرم مو سامحة. لا لا لا. اليوم تركب البوني ذا الصغير. أبشر. والله؟ يا طلعه. لجم لجم يا سعد. انا وش اركب؟ لا جمله مو الجام الاصفر حق سامحه لا الجام الثاني. هيا انت اركب البوني ذا بون مروش جاهز. هي هيا 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 اي وش بك وش بك وش بك وش بك وش بك. شوف شوف كيف اول مصوبة. شوف شوف مرتاح الحين بيفك شويه. جاهز مروش البوني جاهز مروش يا ولد وديناري جاهز مروش. وخ وخ لا لا اليوم طالعه. طب كان نقزت من خشيت من تحت مو اليوم بالتالي ابغى يطلع بعده. انتبه 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 طب الحين يرصك يعضك. اي لا لعبك لعبك يا سو سو الجام حقه. يلا سعد يلا بسم الله بسم الله يلا 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 سو الجام سو الجام ترى مصوم انت بقول احسن توزن وزن طب وزن ده بطه خلاص خلاص سو هذه شوف اللي من عند الاذن خلك سريع ايوه خلك سريع عشان ما يتاذوا شيل هذه فوق انتبه يا بتال بتال انتبه انتبه يا وليدي يلا يلا ان شاء الله تكون شو اسمه اوضاعكم هذا كيف ثامس لا هذا حق سامح يلا يلا ولد يلا في العنان الثاني اركب فيها ايش والله طيح سمحه جلدي يسار يمين لا تسحب العنانين مع بعض خلاص اطلع يسار واطلع يلا روح يسار 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 ابوي يسار ما نروح ديوه احسنت اي روح اسحب عنانك يسار فوق ايوه اوه الشكيمة ده خلصت فمه اطلع اطلع هنا اطلع هنا اطلع اطلع يسار خلاص لا تسحب لا تسحب خلف خلاص فك ايوه دك دك قدام شوي هذا والله العتمة هاي حرك يسار حرك يسار أحسن تيو ها أحسنت الله كفو لا 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 تسحب الاثنين يرفع فيك أنا ما بك تسحب الاثنين يرفع يا ريوس ما أبغاه يسوي الحركة ذي يلا ايه رح رح يسار يسار مرة وجهنا وجهنا يسار الله يصلحك ايوه وجه كامل ايه احسنت 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 هاي يمين 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 يلا روح يلا اليوم محتوانا البوني طالعين على البوني والبوني الثاني عليه بالتالف البدوك بس اي ما قلت لك اطلع انا الهداوة يا بطل يا ما شاء الله تبارك الرحمن بس وقف وقف لا 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 حد 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 بالهداوة 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 اليوم مرنة خفيفة بسيطة والله ياباني ما لقينا من حطينا كريم ولا نظف بحيل بس حنا اصلا ما نبه بعد تقي جايز لنا والله تقي جايز لانه ما نظف بحيل ما شاء الله
شو عندكم؟ ها؟ وش هي؟ لا رأسي بالله. انت شو بتسوي يا سعد؟ وش بتسوي؟ تنظف سمحه، لازم تكون في المصلب افضل لك. حطها طلعها، خذ الرشمه ولا الجام وطلعها يلا. ايه لا لا الجام. ايوه الجام بياخذه. ايوه او الرشمه. رشمه ولا الجام ما في مشكله. الحين هذا زايد عنه. هذا دائما تزود عليكته. ايوه ايش عندكم يا شباب؟ ننظف. الله يعطيك العافيه، يستاهل الفرس اللي ينظفها ويعتني فيها. كذا احنا ما شاء الله. بس سبت لي نعورتني بس تلسبني بذيله. ما شاء الله تبارك الله. ولد قرواشته تراك يبى ترام. والله ودي اسبقه بس خلاص. هذه خلاص. طيب شيل الصحن، شيل الصحن. ليه يلا 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 نشوف يا سعد كيف. احسنت ما شاء الله. يروح روح ثاني مره. ايوه بطل. بس خلاص ارفع يده على طول. قرب نفسك. قرب قرب. ايوه قريب. هذا انا ما قررت. اي لازم تنظفها اول شيء بالمسمار بعدين بالفرشه، يعني من خوف يكون فيها حجر، من خوف يكون فيها شيء. هذه فيها خراج، ابغى هذا بنسلين تشوفونه. لا لا بنسلين، بس اللي اول ما لقيت بنسلين حق خي. هو الخراج اللي هنا فيها. ايوه ترى ما شاء الله سلام. ابوي هذا ما بلعه. ها؟ لا لا هذه ملاف حقت عبد الرحمن. ها؟ حقت عبد الرحمن. ايه لا الله الله. وين ودوها؟ هذه هي ما تشوفها؟ ملاف؟ هي هذه تعرف، خليه يتعرف على الحاجة ذي انها ما هي مضرة، فهمت؟ ايه. هذا جلال نبغاه، نبي نحط الجلال ذا عليه ونبي نشوف هو وش عنده. قبل شوي ترى بس رفعناه من هناك قطع السلسلة كاملة. الحين هذه ناخذ الهداوة، نبي نعلمه انه ما في ضرر. قبل كل شيء الخيل تعرف، القريب تعرف عليه. بشم شوف. تعلم انه ما يضر. قبل تحطه على ظهره تعلم انه ما في ضرر عليه. شوف ترى ممكن الحين ان شاء الله انه ما يسوي شيء، بس حاول نقول ان شاء الله ما يسوي شيء. الله لا بس تكفى. تعال لا بس خلي. ايوه هذا ترى الجهة الثانية ترى أطول من اللي هنا. يا شيخ. إي والله. أيوه صح. شوفوني متوازنة. توازنت؟ اليمين أطول. أي أي أي. لا اليمين أطول. اللي جهتك أطول. ترى هو بيجي كذا يا وليدي ها؟ ايوه كذا كذا مضبوطة. ها؟ كذا مضبوط. طيب رح يا بتال. رح. ابعد يا وليدي. ها؟ كذا ها؟ ترى
ها؟ معقول بس والبس؟ ايه البس. لا قبل شوي قوي بيذلي بيذلي لين النهش يتعود. سامحه شكلي منه وبعد ها؟ اركب عليها جلال واركب. صح؟ ها؟ اقول سامحة وانا ابو بعد او البولي اذا ركبتهم احط عليهم الجلال واركب. اي بس المشكلة جلال ما هو دابر. كيف؟ ايه الجلة؟ ايه؟ هي ثابتة 100%. في بعضها لا. ما نطلع شوي برا. رخ 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 رخ. انا اقوم. ما يصلح. تشوفني؟ هذا ركيب انا فينا ما في بيت. طيب اسمع اسمع انت اسمع، هو ما راح يركب بيض هنا صح؟ ايوه مو هذا، في بيض غيره يقول لك. لا في والله مشلح ذا، هذا خله ذا خله، هذا حق دجاجه. خذ البيض الثاني عشان تبيض عليه. في ثاني فيه يا بتال، خذ البيض الثاني بسال. في ثاني فيه. هو ما يبغى. هوبا هوبا. وين الثاني؟ دور يلا. ممكن هو موغل، هو مدوره وخابره وعاره. هنا ها هنا اصبر. والله كان اني بيضا في الاكياس خبرها من هالسنين. هر 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 هنا هنا. يلا هذا شيله شيله ذا. هذا فطورنا نفطر عليه بكره. لا لا اليوم. ها اليوم قبل بكره. تكسره تكسره. ما في كسر ها؟ ما كسر. شويه شويه. ما يكسر. ما يكسر يا صديق. ما شاء الله. الى هنا وصلنا لنهايه هذا الفيديو. لا تنسوا اللايك واشتراك جرس التنبيه عشان يصير كل شيء يضرك في الاخر ان شاء الله. لا تنسون اللايكات، لا تنسون اللايكات، لا تنسون تفعلون جرس التنبيه. في اشياء حلوه وطيبه قريبه لكم. الى هنا، ما هو الى هنا. اهلا بكم في قناه سعد الخير الصغير. اهلا بكم في قناة سعد الخير الصغير. اهلا بكم قناة سعد الخير الصغير وقناة بتال راعي البيض. خذ واحدة عنك عشان